هنعمل مع بعض النهاردة أحلى تتبيلة للشاورما، وكمان هعمل لكم صوص طومية سريعة وسهلة بمكونات سهلة وموجودة في كل بيت. ولو أول مرة تشوفوني أنا ليلي كيتشن، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. يلا بينا هنجهز الأول لتتبيلة الشاورما. هحط علبة من الزبادي، هنحط عليها رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البابريكا وفلفل أسود والزعتر ومعلقة صغيرة من الثوم والبصل البودرة ورشة من السكر والجنزبيل وحبهان بودر. بعد كده هقلبهم وهضيف عليهم عصير ليمونة ومعلقة صغيرة من الخل ومعلقة كمان صغيرة من الزيت، وهقلبهم كويس. وهنزل بعد كده بالفراخ بتاعتي وهقلبها كويس في التتبيلة، وهنسيبها حوالي ساعتين على جنب أو 4 ساعات. يلا بينا بقى نجهز صوص التومية. في الكبة هنا هحط فيها راس توم، كمان هضيف عليها علبة من الزبادي أو نص علبة. هبدأ الأول بنص علبة، ولو حسيت هي محتاجة النص التاني هزوده. بعد كده هضيف عليها 5 معالق كبار من المايونيز، وهحط كمان سنة من الخل. هاخدهم وهفرمهم، وده كده شكلها بعد ما فرمتهم. شايفين شكلها وقوامها جميل جدا ازاي، كمان سهلة وبسيطة خالص. هجيب بعد كده طاسة واحط فيها سنة زيت، وفي الوقت ده انا بصفي الشاورما بتاعتي من المية. هسيب الطاسة تسخن كويس معايا، وبعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي على الطاسة وهي سخنة علشان خاطر تاخد صدمة وما تنزلش المية بتاعتها. هسوي الفراخ بتاعتي من غير ما اقلبها في الطاسة لحد ما تاخد لون من تحت، بعد كده هقلبها كويس. وهنقلها على عين تانية وهسيبها تتشوح. في طاسة تانية هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت وهسيبها تسخن كويس. بعد كده هنزل عليها بتوم شرايح، وهنزل عليها بعد كده ببصل جوليان. هاخدهم تقليبة سريعة كده لحد ما ريحة التوم ما تطلع معايا. بعد كده هنزل بالفلفل الألوان وهقلبهم، وبعد كده من وقت للتاني هقلب الشاورما. وفي نفس الوقت هقلب برضو الخضار بتاعي. انا عايزه الخضار بتاعي يبقى زي السوتيه كده، انا مش عايزاه يدبل مني. هنزل عليه برشه من السماق ومكعب زبده وهقلبهم كويس. بعد كده هقلب الفراخ بتاعتي، وده هيكون شكلها واللون اللي انا عاوزاه، لون التحميره اللي انا عايزاها. بس كده خلاص، هنزل بعد كده بالفراخ على الخضار وهقلبهم. واخر حاجه هحطها الطماطم، هبقى مقطعة طماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من غير بسر. هقطعها شرايح بالطول ورشة من البقدونس، واخدهم تقليبة سريعة كده وهطفي بعد كده النار عليهم. بس خلاص كده الشاورما بتاعتي بقت جاهزة خلاص على الحشو. هجيب العيش السوري بتاعي وهتنيه تانية بسيطة كده، وبعد كده هحط عليه صوص التومية، واحط كمان البطاطس المحمرة بتاعتي. ممكن كمان تضيفوا خيار مخلل، واحط من خلطة الشاورما وبالراحة كده بلفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقفل من الجوانب والف كويس زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هعمل معاكم واحدة كمان بنفس الخطوات. بس خلاص هلف كل الكمية اللي عندي. هجيب جريل وهمسحه بفرشة من الزيت كده، مسحة زيت بسيطة خالص، واسيبه يسخن معايا كويس. بعد كده هنزل عليه بالعيش بتاعي واسيبه لحد ما ياخد لون من الناحيتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو ما فيش جريل مش متاح عندكم، ممكن تحطه في صينية وتحطوا عليه مسحة من الزبدة وتدخلوه الفرن. شايفين شكله جميل جدا ازاي. هخلص بقى كل الكمية اللي معايا دي كده خلاص. بعد ما خلصت الكمية كلها، ده كده شكل السندوتش بتاعي. ممكن كمان تحطوه في عيش كايزر،
تاكله مع صوص طحينة او صوص الكاتشب او او تومية زي ما تحبوا. خلاص كده وصفتنا النهاردة خلصت، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وكمان تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير.